هلو بالجاتو يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني. لقيت نفسي قاعده فاضيه زي الفيديو بتاع الكابوريا. فاكرين المره دي بقى نعمل ستيك؟ شوف كده، انا بعرف اطبخ ولا لا؟ بس انا بعرف عامه. احنا دلوقتي الحمد لله معانا لحمه هنحط ايه بقى؟ حاسه نفسي جيب شربيني قوي في نفسي. نبدا بقى نتبل. بصوا التتبيله دي بطريقتي انا، كل مره بعملها فيها بتنجح بصراحه. الملح نتونه، نحط سماء. حاجتين ما بحبش اعلن عنهم لاي حد، بس يلا هعلن. البرفيومز اللي بحطها والتوابل اللي بحطها في اكلي، عشان انا مشهوره بالحاجتين دول قوي يعني. ودي بهارات لحمه، بحب البهارات اللحمه بتاعت ابو عوف قوي. عملت التوابل بتاعت ابو عوف كلها بتبقى حلوه قوي. ده اكيد اكيد مش اعلان لابو عوف طبعا. الفلفل الاسود، وبعد كده هناخد بصل باودر، ثوم باودر. تتبيلة ريحتها حلوة أوي من دلوقتي، مش متخيلين نشم ايه. ميكس رهيب. و مش عارفة اوكي. وطبعا مش هنسى الشطة. هنعمل ايه بقى؟ هنمكس كل ده في بعضه. انا بالنسبه لي الطريقه دي اسهل بكتير من ان انا ايه، واسرع بكتير من ان انا اقعد احط اللحمه واقعد ارش عليها جميع انواع التوابل. فانا كده ايه، رشيت كل التوابل اللي انا عايزاها، وابدا بقى افردها على الطبق. البطر الاكل سبايسي قوي. زمان وانا صغيره ما كنتش بحبه سبايسي خالص، بس لما كبرت الدنيا علمتني احب الشطه. دي خلصنا. انا دوقت من الجريل، فهدوق دلوقتي من هنا. وطبعا كالعادة
متأكدة. بصوا يا جماعة، في صوص من الصوص دي انا مش عاملاه، انا عامله ده وده، ده تشيدر صوص وده زي هوت تشيلي. والستيك روعه روعه، انا بحب اكل قوي. انا قلت اشارككم حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بحبها. بحبكم، في فيديو تاني في طبخة جديدة.